السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم قناة فن الكهرباء. لمعرفة أحبابي في الله طريقة تركيب هذا الشكل من الطريات العصرية والتي تحتوي على ريموت كنترول وكذلك إمكانية ربطها بالبلوتوث من خلال الهاتف، ما عليك صديقي إلا متابعة هذا الفيديو إلى الأخير وستستفيد من هذه الحلقة، وكذلك يمكنك تركيب هذا النوع من الطرية بشرح تفصيلي وسهل فتابعني. أول شيء نقوم بإزالة الغلاف عن هذا النجف أو هذه الطرية أو هذا اللوتر كما تشاهدون، هذا هو شكله من الأسفل. سأقوم بتدوير الطرية، وهذا هو خلف الطرية، تحتوي على يعني محولات إلكترونية عديدة، وكذلك ستجدون مرافق مع هذه الطرية الريموت الكنترول الخاص بالMP3 والريموت الخاص بالإنارة كذلك، وكذلك تحتوي على كليوسبي لتقوم بتحميل عليها ملفات الMP3 والاستماع إليها. إذا أصدقائي هذا هو الكليوسبي باللون الأصفر، وكذلك هذا هو الريموت الخاص بتشغيل الإضاءة مع بطارية 12 فولت لتشغيل التيركوموند، وكذلك الريموت الخاص بتشغيل ملفات الMP3. إذا أصدقائي سنقوم بفتح هذا البورن أو هذا البولون في الأسفل كما تشاهدون، هذا هو شكله، ومن خلال هذا البولون يمكننا تعليق الطرية في البلافون. إذا هذا هو شكله، ستجدون 4 من هذه البولونات بعد نزعها. هذا هو السيبور أو الحامل التي سنقوم بتثبيته في البلافون، والتي من خلاله يمكننا حمل الطرية. سنقوم بتركيب 4 شوفيات في هذه الأماكن التي تشاهدونها الآن، بعدما نقوم بإزالة هذه الطرية من هذه الغرفة. الخطوة الأولى والتي أوصي بها دائما في هذه القناة المتواضعة هي قطع التيار الكهربائي بصفة نهائية قبل مباشرة أي عمل، ثم بعد ذلك نقوم بفتح هذا البرغي ونقوم بتنزيل هذا الغطاء، ومن ثم نقوم بفتح الأسلاك من الدومينو، ثم نقوم بإزالة الطرية من السلسلة بهذه الطريقة. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بإزالة الطرية بشكل آمن وبكل سلامة. ثانيا نقوم بأخذ الحامل أو السيبور الخاص بالطرية العصرية التي سنقوم بتركيبها، ونقوم بتعليم هذه الأماكن الخاصة بإحداث الثقوب الخاصة بالشوفي على وجه السرعة. سأقوم بتعليمها وأقوم بفتحها ثم أقوم بالرجوع إليكم. بعدما قمت بتقب أو إحداث الثقوب الخاصة بالشوفي، هذا الشوفي خاص بالبلاتخ يعني خاص بالجبس، نقوم بتني هذه الأجنحة بهذه الطريقة يكون قويا شيئا ما. أقوم بالضغط عليه بالبانس ليسهل إدخاله في الفتحة بهذه الطريقة. صراحة هذا الشوفي قوي جدا ويساعد في حمل الأشياء بشكل جيد. سأقوم بنفس الطريقة مع الشوفي المتبقي، يعني لدي 4 شوفيات في جميع الزوايا، ثم أقوم بطرقها وإدخالها بشكل جيد. ثم بعد ذلك أقوم بأخذ قطعتين من الأسلاك وأقوم بتوصيل هذه الأسلاك لأنها قصيرة وقد تعيقني في تركيب الطرية، لذلك سأقوم بالزيادة في طول هذه الأسلاك حوالي نصف متر تقريبا حتى يسهل علي طريقة ربط الأسلاك مع النجف أو مع الطرية بطريقة أيسر وأسهل، وكذلك لا ننسى وضع قطعة الدومينو في توصيل الأسلاك. بعدما قمت بوضع قطعة الدومينو وتوصيل الأسلاك، قمت كذلك بأخذ سلك نحاسي وتني هذا السلك النحاسي على 4 قطع، لأن لدي هذه السلسلة في الوسط قمت باستغلالها بوضع هذا السلك النحاسي في وسط عيون السلسلة لكي أساهم في حمل الطرية بشكل آمن مع إضافة الشوفي، يكون التثبيت محكم أصدقائي. وبهذه الطريقة أكون قد قمت بتركيب الطرية بطريقة أكثر أمانا بطريقة صحيحة. ثم أختار البرغي المناسب وأقوم بإضافة الرونجيل ووضعه في هذه النقطة في الأخير، ثم أبدأ بتثبيت البرغي. يجب أن يكون البرغي طويل تقريبا حوالي 5 سنتيمات حتى أقوم بتثبيتها بإحكام. بعد ذلك أصدقائي نقوم بالانتقال إلى المحول الإلكتروني ونقوم بتوصيل هذه الأسلاك التي ستجدونها في النجف أو في الطرية. تكون في الغالب هذه الأسلاك باللون الأحمر مع الأسود، ومن خلالها يتم تغذية جميع هذه المحولات الإلكترونية الخاصة بهذه الطرية بالتيار الكهربائي. ننتقل لتركيب الطرية على وجه السرعة. في هذه الأثناء ستحتاجون إلى مساعدة. نقوم بتوصيل الريتور باللون الأحمر مع السلك الأحمر، ونقوم بتوصيل السلك الأزرق مع الأسود بهذه الطريقة التي تشاهدونها الآن من خلال قطعة الدومينو. ثم نقوم بعد ذلك بحمل الطرية إلى البلافون، ونقوم بإدخال هذه البولونات أو هذا التيج في مكانه المخصص التي قمنا
بإزالة الرؤوس في البداية بهذه الطريقة. إذا لاحظوا تم استخراج البرون، بعد ذلك سأقوم بوضع هذا الكرو. هذا الكرو سيساعدني في حمل الطرية لأعلى نقطة حتى أقوم بتثبيتها مع البلاتخ أو مع الجبس، ثم بعد ذلك أنتقل إلى البرغي الثاني والثالث والرابع بنفس الطريقة. هذا الكرو كما أخبرتكم أصدقائي كما تشاهدون يتم في الخطوة الأولى تركيبه، ثم نقوم بعد ذلك بتركيب البولون التي قمنا بإزالته في البداية بهذه الطريقة. وهذه هي الطريقة المحكمة والآمنة لحمل الطرية أصدقائي. سأقوم بهذه الطريقة مع الثلاثة أماكن المتبقية كما تشاهدون الآن، حتى أقوم بإحكام الطرية مع البلافون بهذا الشكل. وإن أردتم أحبابي يمكنكم إضافة يعني مصابيح احتياطية كما تشاهدون، لدي هذا الدوي الخاص بها في الجانب الأيمن. إن رأيتم أن الإضاءة قليلة وتريدون إضافة مصابيح فيمكنكم ذلك كما تشاهدون أحبابي في الله. إذا انتهينا أصدقائي من التركيب، لاحظوا تثبيت محكم وفي الوسط كما تشاهدون الآن في وسط الجبس من كلا الجانبين. وهنا تكمل أصدقائي طريقة التركيب الطرية بشكل صحيح. يجب دائما ضبط السبور في وسط الجبس لكي تحصلوا على تثبيت محكم. الآن نقوم باختبار الطرية، وهذا هو الشكل النهائي التي حصلنا عليه، يعني طرية راقية وإضاءة رائعة وتتغير تلقائيا، يعني طرية ملتي كولور. في الضغطة الأولى نحصل على إضاءة كما شاهدتم، وفي الضغطة الثانية نحصل على هذه الإضاءة البيضاء، وفي الضغطة الثالثة نحصل على إضاءة صفراء مع إمكانية التحكم من خلال الريموت كنترول واختيار الإضاءة التي نرغب بها. لدينا الأون والأوف وكذلك الاختيار الأول والاختيار الثاني من الإضاءة. كما يمكن الانتقال أصدقائي إلى توصيلها عن طريق البلوتوث واختيار الصوت الذي نريد تشغيله على هذه الطرية بصوت مرتفع. لاحظوا جميع الإضاءة تشتغل، يعني طرية رائعة جدا، أنصحكم بتركيبها أصدقائي. وكذلك موفرة للطاقة لأنها تحتوي على إضاءة LED. بقي لنا أصدقائي أن نقوم بتوصيلها بالهاتف، ما عليكم إلا الدخول إلى خاصية البلوتوث والضغط عليها، ثم نقوم باختيار الجهاز. من هذا الزر يمكننا إيقاف التشغيل إن أردنا الخروج وتوصيل هاتف آخر، عمل ديكونكت. وكذلك إن أردنا تشغيلها ما علينا إلا الضغط عليه مرة أخرى كما تشاهدون الآن، ثم ننتقل إلى اليوتيوب أو اختيار أي صوت ترغبون به. إذا كما تستمعون أصدقائي صوت صافي. يمكننا كذلك أصدقائي تشغيل الفلاشة أو USB بملئها من ملفات الصوتية MP3 وتشغيلها وزيادة الصوت واختيار الصوت الذي تريدونه أو الملف الذي تريدونه. كان هذا كل شيء أحبابي في الله، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة. إن أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك، وأدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لتتوصلوا بكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.